ذلك تدعي مصادر في الجيش الإسرائيلي أن إطلاق الصواريخ على مدن مركز إسرائيل يكون أيضا من المناطق الشمالية، وهذا يقودنا إلى التطورات على المقلب الآخر من الحدود في الساعة الأخيرة. رشقة باتجاه مدينة تل أبيب، على ما يبدو رشقة كبيرة، أكثر من صاروخين بحسب التقديرات الأولية. الشرطة الإسرائيلية تتحدث عن شظايا صاروخ سقطت على مركبة وعلى مواقع أخرى في المركز نتيجة لإطلاق الصواريخ أو نتيجة لاعتراض القبة الحديدية، لكن أيضا رشقات صاروخية باتجاه عسقلان وباتجاه مدينة زدروت، حيث رأينا القبة الحديدية وهي تعترض ستة صواريخ أطلقت من قطاع غزة. الآن أحمد لا أدري إن كنت تسمع أصوات اشتباكات بالرشاشات الخفيفة في منطقة بيت حنون شمالي قطاع غزة. نعم أحمد، نشاهد الصور ونتابع معك ونسمع الاتجاهين. الأصوات تأتي من اتجاهين، هذه إشارة إلى اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين المقاتلين الفلسطينيين، والآن قصف مدفعي على هذه المنطقة، ونسمع تحليقا لطائرة مسيرة إسرائيلية في سماء هذه المنطقة كما